السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون حاجة 3D، فيديو الجوهرة المزدوج. كل اللي هتحتاجه قطعة خشب زي كده 20 سم. تابعونا كده يا جماعة. المربع اللي معايا ده نعتبر ان هو الجدار كامل. هتيجي من الزاوية زي من هنا كده، وهتاخد بالعلامة نقطة وهتوصلها. بعد كده هتبدأ هتاخد برضو ادي نقطة، وعندك تاني من تحت نقطة زي كده. طول ما انت ماشي زي كده نفس النظام، هتاخد علامة وهنوصل بقطعة خشب او اي حاجة معاك زي كده. ممكن تضرب خيط، تمام، وهكذا. تابعونا. كده يا جماعة احنا خلصنا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تحتاج مسطرة وقلم عربي يا معلم، مسطرة ومثلث. هتاخد من هنا 8 سم، طبعا هتوسطنها كده 8 سم، وتاخد نقطة زي كده النقطة، وهتوصلها من هنا، تمام، طبعا ومن النص برضو توصلها كده، وهتوصل من هنا برضو. موضوع سهل خالص اهو، مش محتاج اي حاجة. طبعا هعملينها مزدوج، هنعمل من ناحية تحت برضو زي كده. هتاخد برضو 8 سم بتاعتك، بس تحاول تخليك خط مستقيم، يعني مثلا خط مستقيم زي كده، وتاخد 8 سم بتوعك. هذا 8 سم. طبعا نفس النظام، هنوصل هنا وهنوصل هنا. كده عندنا المساحة ديت 8 سنتي، تمام. يلا تابعونا. كده يا جماعه بعد ما خلصنا التقسيم بتاعنا، عرب يا معلم، المثلث اللي هو زي ده زي كده من هنا ده، وانت طالع زي كده اهو وهكذا. ده هنغلفه وهندهنه، يعني المثلث ده هيبقى يكون غامق وده هيكون افتح زي كده. تابعونا. طبعا هذا المثلث اللي هو ده زي كده، وهندي المثلث اللي زي ده وهكذا هنا وكله. تابعونا. كده يا جماعه بعد ما خلصنا ترتيب المثلث بالرولة الشمع، هتجيب لون غامق وهتبدا تدهن بيه المثلث براحتك زي كده، مش هيهمك اي حاجه لان انت متهيئ. حلاوة التهييب يا جماعة اللي بيريحك في الدهان. طبعا لو حد عنده فرش صغيرة وحب يشتغل بالفرشة وحر برضه، مفيش مشكلة، ده موجود وده موجود. بعد كده يا جماعة هنشيل التاب وهنعمل المثلث الثاني او المثلث اللي فوق الغامق. كده يا جماعه عملنا المثلث اللي هو اللي هنا ده الغامق، والمقابل منه في المربع. بقي عندنا المثلث اللي هو ده والمثلث ده، دول هيتعملوا باللون الفاتح. تمام، هنتايب حواليهم وندهنهم. يلا تابعونا. تمام يا جماعه،
هنطيب زي كده زي ما انت شايفين اهو المثلث اللي احنا عايزينه من هو ده. وبعد كده هندهن. يلا طب وانا بقى في الدهان كده يا جماعه. خلاص خلصنا الجيم بطريقه سهله وبسيطه. واللي عجبه الفيديو يا ريت تشترك في القناه. كان معكم اخوكم محمود خلواني، والسلام عليكم.